مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم، اتمنى ان تكونون بخير وفي صحة جيدة. موضوع اليوم عن سلسلة البطحة الذي سوف تعرض في رمضان 2024. سلسلة البطحة درامية كوميدية رمضانية من اخراج المخرج وليد بوشباح، يعرض على قناة شروق تي في وتعود موسمها الثاني، من بطولة الممثل القدير الدرامي الكوميدي نبيل عسلي والممثلة ياسمين عبد المومن الدرامية الكوميدية والممثل نسيم حدوج، وأيضا مع مشاركة الممثلة القديرة ناجية عراف والممثل الكوميدي عادل شيخ والممثلة الشابة نريمان قبري. وأيضا هناك انضمامات جديدة لهذا الموسم، من أهمهم الممثل القدير الرائع الكوميدي حكيم زلوم يعود بعد غياب طويل، والممثل طيب بن عيجة من أعماله مسلسل بنت البلاد في جزئه الأول والثاني والثالث. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، مبقى لغير نقولكم أتهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو جديدة معلومة جديدة. ما تنساوش تابوني ولا باج وتخلو لي رايكم في لي كومونتير واش المسلسل اللي راكو حابين عليه معلومات. بقى على خير.